وفيصل، يعني انا يعني بحكم انك انت خبير في مجال الاحتراف وكنت يعني عضو سابق في غرفه او في مركز التحكيم الرياضي، اكيد انت عندك اطلاع وخبره. هل الهلال الان سيفعل بند التدابير الوقتيه ويرجع اللاعب يشارك معه في الفتره المتبقيه من الموسم؟ وايش اخره هالقضيه؟ هل غرفه مركز التحكيم سينقض قرارات الغرفه؟ والله شوف، احنا اليوم في مركز التحكيم الاعتماد الكلي يعتمد على 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 المحكمين وخبرات المحكمين، وليس على خبراتنا. يعني احنا اللي موجوده مثلا كعملنا في الانديه وعملنا حتى في مركز التحكيم، تعتمد على خبرات المحكمين اللي سيختارهم الاطراف. اليوم عندنا اطراف سيختارون محكمين، المحكمين سيختارون رئيس لهم، وكلهم من الجدول المعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي. مبدا انك تطلب التدابير الوقتيه من حق اي شخص ومن حق اي كيان ان هو يطلب التدابير الوقتيه، ولكن التدابير الوقتيه لها شروطها اللي موجوده في اللوائح. اذا تم تطبيق الشروط وكانت موجوده في لحظه اقامه طلب التدابير الوقتيه بالامكان الحصول عليها. أبرزها. اما اذا لم تكن موجوده، ابرزها انه وجود ضرر عليك. فاذا الهلال وفي وجود ضرر عليه من المنع من التسجيل في الفتره الحاليه او من موضوع ايقاف اللاعب، يستطيع ان هو يقدم التدابير الوقتيه بشريطه ان هو يثبت هذه المواضيع ويثبت انه ايش؟ انه الشروط الموجوده الخاصه بالتدابير الوقتيه متوفره، بالتالي تستطيع هيئه التحكيم انها تنظر في الطلب الوقتي بشكل مستعجل. يعني وبعد كذا مثلا ابو فيصل الهلال اليوم عنده اصابات في المحور، ممكن يقول انه انا متضرر ما عندي بديل فلازم ترجعون اللاعب بالتدابير الوقتيه، هل هذا يعتبر او يؤخذ بعين الاعتبار انه ضرر؟ نعم يعني اذا 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 اقول رايي في موضوع التدابير الوقتيه، انا اشوف انه في موضوع اللاعب نعم من الممكن انك تجد الشروط تنطبق على اللاعب فيما يتعلق بتعليق عقوبه اللاعب الى حين الفصل في القضيه، ولكن في موضوع التدابير الوقتية فيما يتعلق المنع من التسجيل، أنا أشوف أن الهلال ما عنده الأحقية، لأنه ما في ضرر الآن، لأنه ما في تسجيل الآن أصلا. لكن لو استمرت القضية إلى فتح باب التسجيل في الفترة الصيفية وما زالت القضية منظورة، من حق الهلال هناك من يطلب بالتدابير الوقتية. طيب والقضية كيف ممكن تنتهي؟ هل غرفة فضل عفوا مركز التحكيم ممكن ينقض كل القرارات مثل ما يطلب الهلال في بيانه؟ شوف، احنا لو شفنا ما ذكروا البيان لنادي الهلال من ان غرفة فضل المنازعات استندت على سابقة قضائية او على قرار صادر من المركز. ايه؟ فيما يتعلق، وقلنا يمكن القرار هو وضحت انت انه قرار عبد الله السالم فيما يتعلق بموضوع أنا نسيت إيش هو بالضبط، موضوع جزئية التعويض. إيه التعويض. موضوع جزئية التعويض. هذا القرار، نفس القرار حق عبد الله السالم، في جزئية أخرى متعلقة بموضوع التحريض وإثبات علم النادي الآخر بتوقيع اللاعب عقد مع نادي آخر، في جزئية أخرى. طالما أن غرفة فضل المنازعات استندت على هذا القرار، فبإمكان اللاعب أو نادي الهلال أيضاً الاستناد على هذا القرار في هذه الجزئية. لأن هذه الجزئية كانت واضحة في قرار مركز التحكيم، ذكر واضح وتسبيب واضح. طالما أن اللاعب أقر بأنه لم يوجد لديه عقد مع نادي آخر، وطالما أن اللاعب لم يخطر ناديه الحالي بوجود عقد مع نادي آخر، وطالما أن لجنة الاحتراف لم تشعر النادي الحالي بوجود عقد، ولا يشترط على النادي الجديد الموقع الحالي بأن يقوم بمخاطبة جميع الأندية للتأكد من علمه أو للتأكد من توقيع اي نادي مع لاعبه، بالتالي ذكروا بانه لا مسؤوليه على النادي تماما في نفس هذا الحكم. وكنت ذكرت انا في يمكن في الحلقه السابقه مع الاستاذ وليد انه لماذا استندت الغرفه على جزء وتركت هذا الجزء، طالما الغرفه ذكرت بانه اسس مركز التحكيم مبدا قضائي واخذت الجزء المتعلق بالتعويض، اذا مركز التحكيم ايضا اسس جزء متعلق بالتحريض وعلم الأندية، وقال شروط معينة، إذا الشروط هذه متوفرة إذا النادي يعتبر محرض، إذا الشروط هذه غير متوفرة إذا النادي يعتبر غير محرض. لماذا لم تأخذ بهذا الجزء وأخذت بالجزء الآخر؟
هذا أمر يرجع للغرفة وأعضائها، لكن هو أمر أيضا مستغرب، أنا أشوفه كجزء قانوني في هذه القضية. طيب وهذا بخليني أسألك أبو فيصل، هل جزئية بالذات جزئية التحريض وفق المعطيات اللي موجودة في قضية محمد كنو، هل ترى أنها موجودة وبالأدلة أم لا؟ لا غير موجودة تماما، من اطلاعي غير موجودة تماما، حتى وإن كان إقرار أخو اللاعب مثل ما ظهر في الآونة الأخيرة. بالنسبة أنا بالنسبة لي فصلت الموضوع هذا كثير، أنا خابر وما ذكرته ليس مجرد خيال أو مجرد يعني أفلام نسويها في البرنامج أنا وأبو بدر، لا لا أنا ذكرت أشياء حقيقية موجودة، أنا ما أذكر، أنا إنسان قانوني، أنا ما أذكر حاجة من الخيال، أنا أذكر حتى الكلام اللي ذكرته ذكرته على لسانه هو اللي ذكره، مو أنا اللي ذكرته، يعني أنا ذكرت أشياء، فهذه الأشياء أنا شفت أنها مخالفة للنظام العام في المملكة العربية السعودية، والغرفة نفسها أخذت واستشهدت بالنظام العام واستشهدت بنظام المرافعات الشرعية في قرارها، بالتالي طالما هي تأخذ وطالما أنه من ركائزها القانونية في قراراتها أنها تأخذ بمبدأ النظام العام وأنظمة المملكة العربية السعودية، فالمفترض أنها تأخذ بالضوابط والأحكام الخاصة بالتوقيع على البياض في الأوراق العادية. واضح، لأنه الموضوع فيه ضوابط، ولم تتركه الدولة كده يعني بشكل مطلق. واضح. طيب في